بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وفي احسن حال. ان شاء الله هنعمل النهارده وصفة من وصفات رمضان، وصفة كل الولاد بيحبوها واحنا كمان بنحبها. هنعمل مع بعض النهارده القطايف بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنشوف المكونات اللي معانا، يلا نبدأ ونقول بسم الله ونشوف ايه المكونات اللي موجودة معانا. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، الدقيق العادي لجميع الأغراض. معايا كمان هنا معلقتين نشا، معايا هنا كمان معلقتين دقيق السميد من بتاع البسبوسة، معايا هنا دي ربع معلقة ملح، معلقة خميرة فورية، معلقة صغيرة بتاعت الشاي، ودي ربع معلقة بيكنج باودر. تمام، يبقى هنا المكونات بتاعتي: كوبايتين من الدقيق، معلقتين نشا، معلقتين دقيق سميد، ربع معلقة ملح، نص معلقة خميرة فورية، معلقة صغيرة بتاعت الشاي، ربع معلقة بيكنج باودر. هنزل بالمكونات بتاعتي اهي، ده الكوبايتين الدقيق، ونفس الكوباية دي هي نفس الكوباية اللي هعاير بيها المية. هنا كمان دي الكوباية التانية بالشكل ده. هنا دي معلقتين النشا، معلقتين نشا اهو بالشكل ده. النشا هنا بقى ميزته ان بيخليها مقرمشه وفي نفس الوقت تفضل يعني ايه متماسكه كده وتبقى حلوه ومقرمشه. تمام، وهنا معلقتين الدقيق السميد بيخليها طعمها حلو وبتبقى بتفرق في البق كده وبتبقى متماسكه. هنا كمان دي معلقتين الدقيق السميد. هنا هحط ربع معلقه ملح، معلقه الخميره الفوريه، معلقه شاي صغيره، معلقه البيكنج باودر. تمام، بنزل بكل المكونات بتاعتي بالشكل ده. هنا بقى يا حبايبي هنزل بالمكونات اللي موجوده معايا في شفشق الخلاط، وهحط عليهم كمان كوبايتين ونص من الميه، علشان طبعا انا عايزه الخليط بتاعي يبقى ناعم ومظبوط. شايفين القوام بتاعها مظبوط جدا وناعم. طبعا انا مش هصفيها ولا حاجه لان انا ضربها في الخلاط ومفيش فيها اي تكتلات زي ما انت شايفه بالشكل ده. شايفين كده القوام بتاعها مظبوط. وطبعا لو هي لو طلع معاكي الخليط سائل فممكن تزودي عليه معلقه دقيق. هنا طبعا انا ضفت دي معلقه سكر علشان الخميره تشتغل، لاني انا نسيت احطها في اول الموضوع يعني. فهنا هنا الخليط بتاعنا خلص، هغطيه. بعد كده هبدا اشتغل بقى مع الشربات. هحط 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين ونص من الميه، وهضيف عليهم كمان عصرة نص ليمونه ومعلقه عسل جلوكوز. انا هنا حطيت كل المكونات بس مش عارفه معلقه العسل الجلوكوز ده راحت مني فين. انا حطاها بجد، انا حطاها في العسل بس مش عارفه مش ظاهره في الفيديو. هنرفعه على النار ونسيبه لما يغلي ويتظبط، ونروح تاني للخليط بتاع القطايف. اقلبه كويس جدا، يعني انا بعد ما سبته يرتاح هقلبه علشان يديني نتيجة كويسة. هنا هدهن الصينية بتاعتي زيت، بس ما تكتريش الزيت وانت بتدهنيه، لانه الزيت لما القطايف بيكون لما يكون الزيت كتير القطايف بتشربه وبتعمل عزل، فتيجي تقفليها ما تتقفلش. فهو اول 2 قطايف بيتعملوا في الموضوع بيبقوا فاشلين. بعد كده لما درجة الحرارة تتظبط في الصينية بتبدأ بقى القطايف بتاعتي تتظبط. بس هنا دليل على ان القطايف بتاعتي ناجحة اللي هي الفقاقيع اللي هي في القطايف دي، بتدل على ان الخميرة بتاعتي اشتغلت والقطايف بتاعتي طريقتها صح. خلاص، هنا شايفين بتبدأ تنشف من بره لجوه، والسائل اللي عليها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بينشف واحدة بواحدة. تمام، هنا هعمل كل الكمية بالشكل ده
وزي ما قلتلك اول اتنين بيبقوا مش مظبوطين، بتبقى ارضيتهم بارده، بعد كده القطايف بتتظبط والارضيه بتاعتها بتبقى كويسه جدا ولونها بيبقى حلو جدا. خلاص بعد كده بقى شايفين هنا ما بتاخدش وقت وبتبقى حلوه جدا، يعني حاجه نظيفه انت ضامنه عاملاها في البيت، ضامنه حاطه فيها ايه. والكيلو القطايف ب25 جنيه، انت هنا عملت كوبايتين مكلفوكش 10 جنيه. شايفين ما شاء الله لونها تحفه تحفه، وكان قوامها جميل جدا ومظبوط. هنبدأ نحشيها مع بعض بقى. هجيب زبيب وجوز، هنا بقول لكم ان اول اتنين كانوا فاشلين يعني ما نفعوش، وحتى كمان ما نفعوش يلزقوا في بعض كده. هعمل خليط من الزبيب والفول السوداني وجوز الهند بالشكل ده، واحشي بيهم القطايف بتاعتي. طبعا انت ممكن تحشي اي حاجة، تحشي القطايف دي اي حاجة، جبنة، لحمة، اللي نفسك فيه ممكن تشتغلي. العجينة مظبوطة 100% وتقدر تحشي فيها اي حاجة. شايفين ما شاء الله مظبوطة جدا، ولا اتقطعت ولا اتفتحت مني في الزيت، لان العجينة والطريقة مظبوطة. امشي على الخطوات صح وبالظبط، هتلاقيها طالعة معاك ناجحة وكويسة جدا، وكانت كمان بتقرمش، ولتاني يوم كان طعمها حلو جدا وبتقرمش. شايفين هنا هكمل كل الكمية بالشكل ده، وطبعا وانا بقفلها كده هكون مجهزة زيت وفي حلة او في طاسة اللي موجود، وهحمر فيه الكمية بتاعتنا والقطايف بتاعتنا ديت، وهنشوفها مع بعض. شايفين ما شاء الله شكلها تحفة، والله العظيم كانت تحفة. هنا الزيت بتاعنا اهو، زيت سخن، وهنزل بيه القطايف، ما يكونش سخن قوي يعني وسط، وعلشان تديني اللون الذهبي اللون الحلو اللي هتشوفوه معايا في الفيديو. شايفين بالشكل ده كلها طلع لون واحد وزي بعضها. طبعا العسل بتاعنا انا كنت عملته وخلصته وبرد، لان هنسقيها بالعسل، هي سخنه والعسل بتاعها يبقى بارد، ما ينفعش نحط العسل سخن وهي سخنه هيبوشها، انما لما يكون العسل بارد بتبقى حلوه جدا وبتبقى بتقرمش لاخر وقت. يعني هنا هصفيها، اطلعها في مصفى واصفيها من العسل، وبعد كده نقدمها مع بعض وهنشوف شكلها عامل ازاي. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مننا كل جديد، واي حاجة بننزلها تظهر لكم، وطبعا اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.